رجعنا لكم أعزائي المستمعين ومازالين مواصلين معكم في الجزء الثاني من الحلقة ديالنا اليوم. فقرة الطب معي اليوم دكتورة غيتا أوثور أخصائية أمراض جهاز الهضمي الكبد والبواسير، غنتكلموا معها على متلازمة القولون العصبي. دكتورة صباح النور عليك. صباح الخير عائشة، تحية طيبة للمستمعين الكرام. بحالي قلتي نتكلموا إن شاء الله اليوم على متلازمة القولون العصبي. صحيح، شنو هي المتلازمة ديال القولون العصبي أو شنو هو القولون العصبي؟ حنا دائما كنسمعوا هذا المصطلح هذا وما كنعرفوش فوش بالضبط شنو هو. واخا القولون العصبي هو مرض يلا بغينا نقوله مزمن، صافي هذه اول معلومه خصنا نعرفوا عليه، لان ماشي مرض اللي تيتعالج، دونك الانسان خصو يعيش معاه ويتعلم كيفاش يتعايش معاه. ثاني حاجه هو مرض اللي هو وظيفي، يعني العضو كالقولون ما تيكونش فيه مشكل، تيكون عندنا قولون اللي هو سليم، ولكن الوظيفه ديالو ما تتقومش بواحد الطريقه اللي هي عاديه واللي هي طبيعيه. وهذا المرض ديال القولون العصبي يعني باش نشخصوه تيكون عنده واحد المجموعه من الاعراض. هاد الاعراض هادو كنعرفوهم اول حاجه، دونك ملي كيجي عندك مريض تيقول لك بان عنده الم على مستوى البطن، وهذا الالم هذا اللي تيقدر يكون الم متغير. كاين الناس اللي عندهم الم اتيب دو بغولور بحال اللي عندهم حرقه، كاين الناس اللي عندهم دي توكسيون، المهم كرش كيقول لك المصريين بان تيتلوى عليه. هذا الالم تيقدر يتبع الاتجاه ديال القولون، يقدر يكون على اليمين، يقدر يكون الفوق، يقدر يكون لتحت، يقدر يكون على اليسار. يعني اعراض مختلفه، يعني اعراض مختلفه جدا من مريض الاخر، يعني ما كاينش اعراض اللي هي كتكون نيشان عند الناس كاملين. ولكن اون فوا يكون عندي الم ديال البطن مزمنه معها تغير على مستوى البراز، يعني يا اسهال يا امساك يا هما بجوج، والمده ضروري خصها تكون اكثر من 6 شهور. هنا من بين لي دياغنوستيك ولا من بين التشخيص اللي تيجي في بالنا من التشخيص هو القولون العصبي. داكور، يعني هو هذا، يعني هنا الا بغينا نفهموا من الكلام ديالك، هنا القولون كيكون سليم ما فيه حتى شي حاجه، الوظيفه ديالو او الخدمه ديال القولون هي اللي كيكون فيها اشكال. داكور، شنو هما الاسباب دكتوره؟ ما كاينش اسباب، يعني ما كاينش سبب واضح، ما كاينش سبب مباشر. لا، ماشي بحال الامراض الاخرى، مثلا نقولوا هذا الفيروس تعطيني هذا المرض او هذه البكتيريا تعطيني هذا المرض او لا او لا. لا، كاين مجموعه ديال العوامل، لحد الان العلم مازال تيبحث في هذه العوامل، ولكن هذه العوامل الاكثر زعما المعرفه اللي قدرنا نعرف العلم قدر يثبتها لحد الان. اول حاجه trouble de motricité أو مشكل في الحركة ديال المصران. الحاجة الثانية trouble de sensibilité أو القولون تيكون sensible، يعني تيكون حساس أكثر من القياس، يعني كيكون عنده مشكل في الحساسية ديالو. الحاجة الثالثة هي لا ديسبيوز انتستينال أو لا مشكل في البكتيريا النافعة، تيكون عندنا نقص كبير في البكتيريا النافعة. والحاجة الرابعة ليبربيرميابيليتي انتستينال أو لا داك الجدار الحامي اللي تيكون عندنا في المصران، اللي كيجعل بأن كيكون بحال اون باريير كيحمي المصران ديالي بأن يدخلوا له بكتيريا ويدخلوا له جراثيم ويدخلوا له ديزانتيجين، تيتحل وتيخلي بأن كل شيء كيبدا يدوز من المصران للدم. دونك هذه هي العوامل الأساسية. خلاص، وكاينين حوايج واحد اخرين اللي ما كتكونش من مسببات القولون العصبي، ولكن سوا ديكلونشي ولا اغرافي لا مالادي، سوا تبين المرض او لا تضاعف ايفيكتيفمون تفاقم المرض. هما منهم ستريس، لونكسيتي، التغذيه، النعاس ما تيكونش مزيان، المهم النظام ديال الحياه اللي تيكون غير متوازن. وسمح لي نسيت في العوامل، كاين العامل ديال الاراثه، ديال الوراثه اللي تيكون حتى هو موجود. داكور، يعني العامل الوراثه ممكن يدخل. داكور، حنا ديما كنسمعوا انه يعني حيتاش كنسميوه قولون عصبي فهو كيكون بسبب مثلا الاعصاب، يعني واش فعلا هذه ولا غير من الاشاعات؟ لا، ماشي مشكل ديال الاعصاب، هذا سي سورتو مشكل كنقول لك بحال العلاقه ما بين الجهاز العصبي والجهاز الهضمي ما كتكونش هي هذيك، يعني تيوقع خلل في العلاقه ما بين الجهاز العصبي ولا الجهاز الهضمي. ولكن الاعصاب بوحديتهم من غير حتى شي حاجه واحده اخرى ما يقدروش يسببوا لي علق زعما سمح لي قولون عصبي. لا، واضح. التشخيص هنا دكتوره على اي شكل كيكون يعني عندكم؟ واخا التشخيص اول حاجه، وهذا هو الميساج اللي ما نكرهش زعما ندوزو للمستمعين هذا النهار، راه ماشي اي الم، ماشي اي مشكل، راه قولون عصبي. دونك ضروري ما المريض خصو يتجه عند الطبيب الاختصاصي. علاش؟ باش نقول قولون عصبي خصني نيليميني مشكل عضوي، دونك خصني نكون متاكد بان ما كاينش مشكل عضوي. هذا الشيء كيدوز على مجموعه من المراحل. المرحله الاولى هي المرحله ديال الانتيغوغاتوار، ولا المرحله ديال فين الطبيب تيسول المريض. خصنا نتاكدوا بان ما عنديش دي فاكتور دو ريسك او لا عوامل الخطوره. شنو هما هاد عوامل الخطوره؟ ملي تيكون غالبا السن عندي اكثر من 45 سنه، راه قبل ما نقول القولون العصبي راه ضروري ما خصني ندير على الاقل واحد المنظار ديال القولون، خصني يكون القولون عندي سليم.
الحاجه الثانيه ملي كتكون عندي انيميا دونك التحاليل ديال الدم خصها تكون نورمال باش نقدر نقولون عصبي. الا كان عندي انيميا لا راه خصني نزيد نقلب اكثر نشوف فين كاين المشكل. الحاجه الثالثه ما خصش يكون عندي وراثه ديال سرطان ديال القولون في العائله. الحاجه الرابعه ما خصش يكون الانسان غادي وتيفقد الوزن بواحد النسبه اللي هي كبيره بدون مجهود. دونك تما هادو كيتسموا لي سيندرا. الا جبرنا شي وحده من هادو اوتوماتيكمون راه ماشي قولون عصبي ولا خصني نقلب. خصنا على الاقل كنقدروا نديروا اشعه كنقدروا نديروا منظار. الا كان الامور مزيان كان ليكزامين كلينيك مزيان كانوا التحاليل الاوليه مزيانه ليكوغرافي اللي سنديرو ما تيبان فيهاش تضخم على مستوى الجدار ديال المصران كلشي الامور كلها كتكون مزيانه هنا نقدروا نقولوا بان راه كاين قولون عصبي حيت اون ايليميني مشكل عضوي. والمشاكل العضويه الرئيسيه اللي كتقدر تفاعل وتقدر نمشيو بها خطا هي الحساسيه ديال الجلوتين اللي اوتوماتيكمون ملي تيكونوا عندنا هاد الاعراض راه خصنا نطلبوا تحليل الحساسيه ديال الجلوتين اللي هي سرطانات ديال القولون اللي هي الامراض الالتهابيه المزمنه على راسهم مرض كرون اللي تيتخلط بزاف مع مشكل ديال القولون العصبي. دونك باش ندير التشخيص خصني نكون متاكده 100% بان راه ما عنديش مشكل عضوي على مستوى القولون. نعم واضح واضح دكتوره. هنا بالنسبه للمضاعفات لا قدر الله قبل ما نمشيو للعلاج كيكون مضاعفات كبيره لحسن الحظ لا القولون العصبي ما عندوش مضاعفات يعني هو مرض حميد بحد ذاته ما تيؤديش لسرطانات بحال اللي تيقولوا بعض الناس ما كيتضاعفش لا ولكن هو تيأثر على جوده حياه الانسان بواحد النسبة اللي هي كبيرة على حياته على ماكلته على علاقاته في المنزل ديالو بوليداته بشريك الحياة ديالو في العمل. مهم كيبقاش الإنسان مرتاح وهذا الشيء كيرجع لتفاقم الحالة ديالو من إنسان إلى آخر. هذا هو المشكل الرئيسي ديالو هو بأن يدغاد لا كاليتي دو في أو لا يفسد جودة ديال الحياة ديال الإنسان. داكو يعني كيف ما قلنا حتى هو مرض يعني مزمن الإنسان خصو يتعايش معه. نعم هنا العلاج على أي شكل كيكون دكتورة؟ وخا العلاج كاين جوج الانواع ديال العلاجات كاين العلاج الدوائي وكاين العلاج الغير الدوائي. العلاج الدوائي كيعاوننا باننا كنحيدو كنقصو من الاعراض ديال هو علاج ديال الاعراض كنقصو من الاعراض. دونك الا كان الم تنعطيو لي سونتي سباسموديكا ولا مضاد التشنج كنقصو الالم. كان امساك تنعالجو الامساك. كان اسهال تنحاولو نعالجو الاسهال. هذا الدرجه الاولى العلاج الدوائي. العلاج الثاني هو العلاج الداخلي خصنا نحسنو من الحاله ديال المصران. باش نحسنو من الحاله ديال المصران راه خصنا نخدمو على لا كاليتي دو في كامله. دونك الانسان خصو يبدل النظام ديال الحياه ديالو خصو يعرف راسو شنو تيدخل المعده ديالو. دونك هنا التغذيه كتلعب واحد الدور كبير بزاف حيت بحال اللي قلنا بالنسبه للعوامل من العوامل ديالو عندنا نقص في البكتيريا النافعه. دونك هنا البكتيريا النافعه عندها واحد الدور كبير يا بكتيريا نافعه طبيعيه يا بكتيريا نافعه دوائيه ولكن ماشي جميع الادويه ديال البكتيريا ولا مكملات الغذائيه اللي تيكون فيهم بكتيريا نافعه صالحين. ديك الساعات راه الطبيب هو اللي تيوجه المريض شنو غادي ياخذ. وبالنسبه للتغذيه هنا ما كنقدروش فريمون سي كاباركا كل مريض وبحد ذاته شنو هما الحوايج اللي تيعاونوه شنو هما الحوايج اللي ما تيعاونوش كتختلف من المريض للمريض كتختلف المريض للمريض. نعم. ولكن شنو هي الحاجه العامه للريجيم اللي هو عام ولحد الان عطى واحد المفعول في الدراسات اللي كاينه دابا حاليا هو ريجيم ديال الفود مابس او لا هما السكريات اللي كتخمر. هادو كنحاولوا نحيدوهم واحد المده ما بين جوج الاسابيع حتى لشهر للمريض وكنبداو تندخلوا له الماكله عاوتاني شويه بشويه. ولكن علاش كنقول لك اوكابوركا الحاجه اللي تتعاوننا كنطلبوا من المريض بانه يدير لنا ان جورنال اليمونتير وفي كل مره كياكل كتبدا يبانو اعراض كنبداو نكتبوا شنو هما داك الاعراض. تما كنحاولوا نحددوا مع المريض شنو هما الماكله اللي كتضر كل مريض بوحديته حيت تقدر مثلا شي حاجه تضرك انت ما ضرنيش انا وهكذا وداك الشيء تيختلف. دونك تكون اون بريز ان شارج انديفيديوال للمريض بوحديته. ولكن داك الريجيم ديال فود مابس هو مهم جدا تيحيد لنا داك السكر نحيدو بعدا داك السكر اللي تيتخمر على مستوى الامعاء. ودابا حاليا في اخر الدراسات الريجيم ديال فود مابس حيت صعيب واحد شويه كيحيد مجموعه من الخضار الفواكه بزاف لي سيريال بزاف ديال الحوايج كنحيدوهم. دابا كيهضروا على لو ريجيم كنفضلوا كنحيدوا غير لي فيبر انسولوبل اولا الالياف اللي هي الغير القابله للذوبان وتنخليو الالياف اللي هي قابله للذوبان هي اللي تنخليوها. في
في التغذيه ديالنا. علاش؟ حيت ما المسران ما تيديرش واحد ليفور على مجهود ايفيكتيفمون باش يهضمها. بالنسبه للعلاج شنو كاين اخر؟ كاين لي ثيرابي كوغنيتيف وكومبورتمونتال اولا العلاجات النفسيه مع اخصائيين نفسيين، كيكونوا حصص باش كيعاونوا المريض بانه يتخلص من التوتر، حيت مع القولون العصبي كيقدروا يكونوا امراض مصاحبه ليه وامراض كثيره بزاف، داخل منهم التوتر، داخل منهم اكتئاب، داخل منهم امراض فحال دي فيبروميالجي، ممكن بزاف ديال الامراض كتكون فحال واحد محيطه بالمرض ديال ايفيكتيفمون تيكون بالمرض القولون العصبي. وكنقدروا نوصلوا حتى لمضادات الاكتئاب بدي دوز اللي هما سبيسيال، ماشي ضروري كنعطيوهمش افيزي باننا نعالجوا الاكتئاب لا، ولكن كنكون نعطيو واحد لي دوز صغيرين كنسميوهم حنا اميونو مودولاتريس، فحال اللي كنصلحوا داك العلاقه العصبيه اللي عندنا واقع فيها مشكل على مستوى الامعاء. نعم واضح واضح. هذا بالنسبه للعلاج، هذا العلاج هذا قلنا كيبقى يعني افي ولا يعني بالنسبه للطريقه ديال حياه الانسان راه خصها تبقى دائما، يعني ماشي شي طريقه اللي غادي نبدلها. ماشي اسمح لي ما هضرتش على الحركه والرياضه اللي كتلعب واحد الدور اساسي جدا جدا جدا، كتطلع ليا لي زوندروفين هرمونات اللي هي رائعه، كتعاون على تحسين المزاج، كتنقص من التوتر، وكأيدًا كتنقص من الاعراض ديال الامراض. دونك هذا الحاجه هذا ما نديروش باش غادي نبرا وغادي نرجع كيف ما كنت، لا، هذا خص يكون عندي واحد نظام حياه دائم اللي خصنا نبقى به دائما. خصني نعرف بان خصني نعس مزيان، خصني ناكل مزيان، راه داكشي اللي غادي ندخلو للجسم ديالي راه طوطا عاجلا ام اجلا غادي يبان على مستوى الجسم ديالي. خصني نعرف بان النفسيه ديالي كتلعب واحد الدور كبير بزاف، وهذا الشيء خصو يبقى عندي دائما، ماشي اسبوع لا بالضبط، ماشي واحد الاسبوع ولا واحد الشهر وغادي نحبسو لا. واضح. بالنسبه للوقايه دكتوره، عندنا طرق يعني الوقايه من هذا المشكل هذا يعني قبل ما يوقع؟ ممكن والوقايه دابا حاليا كترجع للتغذيه زعما اون بريمير انتونسيون، بالدرجه الاولى كترجع للتغذيه، حيت فحال اللي لاحظتي عائشه حاليا التغذيه ديالنا، التغذيه ديال الشباب ديالنا كتمشي بزاف الفاست فود، ما بقيناش نهائيا تنهتموا بالخضر بالفواكه بالبروتينات، وحتى الخضر الفواكه نقدروا كناكلوا خضر وفواكه اللي ماشي في الوقت ديالها اللي ما هي غير موسميه اللي كيقدر يكون عندها واحد الضرر على الصحه ديالنا. دونك الا كنا غنوصلوا واحد الميساج خصنا ناكلوا لوكال، ناكلوا حاجه بلديه ديال البلاد ديالنا، ناكلوا مواد طبيعيه ما امكن، نبعدوا من كاع الحويجات لي زاليمون انفلاماتوار او التغذيه الالتهابيه اللي كتزيدني الالتهاب على مستوى الجسم، الزيوت المهدرجه، السكريات العاليه التركيز. دابا لو ريجيم لانديس غليسيميك ولا مؤشر السكر ديالو طالع دابا محدد بان تيدير مجموعه ديال الامراض، ماشي غير امراض على مستوى الجهاز الهضمي، ولكن من غير الجهاز الهضمي امراض على مستوى الجسم ككل. ونركزوا حتى على الخمائق الطبيعيه، حيت بحال اللي قلنا راه كاين نقص في البكتيريا النافعه خصنا نخدموا عليها. هاد الخمائق الطبيعيه راه كاينه في خميره البلديه، كاينه في الكيفير، كاينه في الخضر المخمره باردون ماشي المخلله، المخمره اللي كتخمر بطريقه البلديه بالماء والملح الحيه، كتعطي بكتيريا لبنيه رائعه اللي كتعطي القوه للبكتيريا النافعه اللي عندنا في المسران ديالنا، هي اللي كدير داك غشاء المناعه. ويخلص شنو كاين اخر؟ الياغورت، ولكن من الاحسن يكونوا دي ياغورت فيرمونتي، ما يكونش فيهم سكر زايد، ما يكونش فيهم دي كونسيرفاتور، ما يكون مضافات غذائيه، يكون ياغورت اللي هو نعم اللي هو حقيقي. نعم هنا ملي كنتكلموا دكتوره قلتي انه كل واحد منين، يعني ماشي ضروري الغذاء اللي يتحسس منه هذا الشخص هو اللي يتحسس منه هذا الشخص هذا. دونك في بعض الاحيان يعني الناس اللي مصابين بهذه المتلازمه ديال القولون العصبي كيكون عندهم حرق مجهد بزاف، فهاد اللحظه هذه كيفاش يتصرفوا دكتوره باش على الاقل غير يحدوا من شويه ديال هذا الحرق؟ في الجلسه مع المريض منين بعد ما كنفسروا له هذا الشيء كامل، وبعد ما كنتاكد بان داك الحرق راه ما عندوش سبب عضوي، هذه اللي هي مهمه جدا، يعني من بعد التشخيص السليم للمرض، التشخيس السليم للمرض كنخلي المريض شنو هما الادويه اللي غادي ياخذ في حالة ما تزاد عليه الحال، فهمتي؟ وفي جميع الحالات حنا كنبقاو نراه الاشاره. دونك الا جا المريض جا الحرق بزاف راه كيشوفوا الطبيب ديالو، كيتاكد بان ما كاينش مشكل، بان ما كاينش مضاعفات، ما كاينش مرض واحد اخر تزاد على القولون العصبي، حيت ما نبقاوش دائما نقولوا قولون، حيت المريض ديال القولون العصبي راه عنده الحق بانه يديفلوبي مرض واحد اخر
فهمتي؟ دونك ماشي حيت عنده القولون العصبي نحصروا دائما الامراض في القولون العصبي، نحصروا دائما الامراض، يعني عنده الحق بانه يدير مرض واحد اخر. الى بانوا لي بان الاعراض ما تزادتش، بان ما كاينش مشكل واحد اخر داخل، ما كاينش دي سيمبتوم انتركورون، وما كاينش شي حاجه، ديك الساعات كنقدر نعطيه واحد العلاج اللي كيبقى تيتبعوا في الحالات ما اذا تزاد عليه الحريق او الا حس بشي حاجه ماشي هي هذيك. واضح واضح. تبارك الله عليك دكتوره غيتا، كنت سعيده بالتواجد ديالك معنا. شكرا عائشه، وانا اسعد. مرحبا. نهاركم مرحبا. الله يبارك فيك. شكرا لك.